أخبار اليوم. بتانا كنا بنهدف ان احنا نوصل الكتاب لكل مواطن، المواطن المثقف او المواطن البسيط قبل المواطن المثقف، بحيث ان احنا عملنا مبادرة رغيف وكتاب، ان احنا نوصل ده للمواطن عن طريق بطاقة التموين، ان هو يجي ينزل له كتاب كل شهر بدعم من وزارة التموين ووزارة الثقافة، بحيث ان هو ياخد الكتاب بدعم بما يعادل 90% من ثمن الكتاب، فهو مش بيدفع غير 10% بس من ثمن الكتاب. طبعا احنا عندنا اصداراتنا في الفتره دي الى حد ما محدوده، بس بنحاول ان احنا الفتره اللي جايه هنعمل بروتوكولات كتيره مع الوزاره، بحيث ان احنا يبقى عندنا اكتر من طريقه واكتر من وسيله ان احنا نوصل الكتاب لكل مواطن في كل مكان في مصر. وكمان بنعمل في خلال فترة المعرض، بس ان احنا موجود عندنا يعني احنا موجودين دلوقتي في خلال فترة المعرض، بس بعد كده بنطمح ان احنا يكون لنا مكان في كل يعني في كل حتة، مكان في كل ريف وفي كل مدينة، بحيث ان الكتاب يوصل لكل الناس كل شهر. الكتب عندنا كتب اصدارات بتانة، طبعا عندنا اولى اصداراتنا كل العواطف لمؤمن المحمدي، وعندنا للروائي منير عتيبة، وعندنا مجموعة كبيرة من الكتب، زائد ان احنا عندنا كمان مجموعة كبيرة اهدتنا وزارة الثقافة 1200 كتاب من اصداراتها، بحيث ان احنا كتشجيع منها لينا ان احنا يبقى عندنا متاح اكتر من كتب.